مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة هدية للتطرف. تقدم مستمر للجيش اليمني وقوات الشرعية تصل إلى ثالث مديريات الحديدة بالسيطرة على مثلث حيس الخوخة وبداية الدخول إلى مديرية لتحيتا. بيونغ يانغ تتهم واشنطن بممارسة ابتزاز نووي لتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. في أخبارنا المنوعة، تأهل نادي الجزيرة الإماراتي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه بهدف نظيف على أورارو ريد دايمونز الياباني في ربع النهائي، ويلعب الجزيرة في نصف النهائي الأربعاء مع ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا. اكتشاف مقبرتين قديمتين في مدينة الأقصر جنوب مصر.